سعيد بوجودي في باريس وبالتحديد في الندوة المقامة من سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة. مؤخرا انتهينا من رحلة فضائية على متن محطة الفضاء الدولية، كان مدتها 6 أشهر، وهذه الرحلة جاءت بعد سنوات طويلة من الاستعداد والتدريب. الرحلة هذه كانت بمثابة حلم الطفولة، الشيء اللي كنت أصبو إليه، وكان ودي أني أخوض هذه التجربة من فترة طويلة. الحمد لله وقع الاختيار علي وعلى زميلي هزاع المنصوري في 2018، وبعد رحلة طويلة من التدريبات أتى دوري لخوض غمار هذه الرحلة الفضائية بعد مهمة زميلي هزاع المنصوري في 2019. 2023 كان الجدول أو التاريخ اللي خضت فيه مهمتي الفضائية، والمهمة هذه دائما نحن ما نقول مهمة علمية، خضت العديد من التجارب العلمية، منها تطوير أدوية ومنها تجارب على المواد والتقنيات، ونحن كبشر في تجارب علمية خضناها على أجسامنا كذلك. كل هذا يرجع بالمنفعة البشرية من تطوير أدوية أو تطوير أنظمة للحماية، حماية الإنسان خلال الرحلات الفضائية، وكذلك التفاعل مع طلبة الجامعات والمدارس اللي من المهم والضروري بمكان نتواصل معهم ونجاوب عن استفساراتهم. وجودنا في هذا اليوم خير مثال على هذا.